الكلمة اللي قالها المهندس إبراهيم رئيس الوزراء الجديد دعا العمال لوقف الاعتصامات والاضطرابات علشان يبقى في فرصة للحكومة إنها تعمل تشوف شغلها، وكلامه إنه لا صوت يعلو فوق صوت لله، وده بيثبت نفس الكلام اللي قاله الأستاذ هشام حسين من كتاب من شوية، إنه الحكومات دي اللي جت قبل وبعد ثورة يناير بتشتغل بنفس الطريقة ونفس المنهج ونفس التفكير. الدعوة دي هي دعوة رجال الأعمال اللي بيطالبوا دايما بقمع وقت الاضطرابات علشان مصالحهم هم وبس، إنما قصة الإنتاج دي قصة ثانية هنتكلم عنها. في حكومة بتواجه لنا الحكومات كلها بتتكلم معانا بثلاث مكاسيك تواجه وهي بتتعامل مع العملاء. الكذبة الأولى الشاب كان بيتكلم عليها انه مفيش مواد، ودي كذبه جباره لاسباب كتير. حكومه انديب وقبلها حكومه المجلس العسكري استلفوا، والحكومه البلاوي استلفوا من الخارج بس، والاختراق من الخارج ده حاجه احنا اللي بندفعها مش حد تاني، يعني فلوسنا اكتر من 20 مليار دولار، يعني ما يوازي 140 مليار جنيه. إلى جانب ال 140 مليار جنيه دول في حكومة البلاوي البنك الوديعة اللي كانت حاطينها الخليج بعد حرب الخليج، البنك المركزي 9 مليار دولار بجنيه مصري لوزارة المالية عشان تصرف منها الموازنة الحالية. يعني كمان في 9 مليار كمان، يعني جنب ال 140 مليار جنيه في أكثر من، يعني نحسبها حوالي 200 مليار جنيه. من ال 200 مليار جنيه دول مفيش 10 مليار جنيه تتصرف على مصانع علشان يعاد تحديثها ويشترى بيها مكن ويتخلق بيها وظائف جديده ويتخلق بيها انتاج. من المليارات دي كلها مفيش طريقه علشان الدوله تستثمر بيها تخلق وظائف في الاماكن الفقيره زي في الصعيد وغيرها، ده ما حصلش. وحتى الان جزء كبير جدا من الفلوس اللي تم اختراقها دي بتشال على جنب علشان التمهيد لما يجي الرئيس الجديد يبقى عنده مجال يصرف فلوس، رغم انه مطالب العمال ومطالب الناس لم تتغير، هي هي من قبل ثوره يناير وبعد ثوره يناير، وهي هي في مواجهه كل اللي بنكون ده. اول كذبه مفيش فلوس، لا في فلوس. الفكره الكذبه الثانيه اللي هي انه كل حكومه بتيجي تقول اولويتنا العداله الاجتماعيه، وتطلع وثائق من العداله الاجتماعيه، وتعمل حوار بيسموه مجتمعي عن العداله الاجتماعيه، وعن انه الاولويه لمصالح الفقراء والناس، زي ما برضه مبارك كان بيقول انه الاولويه للمسؤول الذاتي. انما في الحقيقه الاولويه مش للعداله الاجتماعيه ومش للناس، الفلوس دي بتتصرف اولا على اوجه انفاق لا تخص المواطنين بشكل مباشر، زي مثلا مشاريع رصد طرق، دي مشاريع من الناحيه الاقتصاديه تخدم شركات المقاولات وتخدم ميزانية القوات المسلحة اللي هي بتطبق أغلب المشاريع دي، لكنها في الحقيقة مش بالضرورة هي الأولوية الأساسية لينا جميعا. الحاجة الثانية، تعالوا نبص على التصريح اللي اتقال من رئيس الشركة القابضة لغزل النسيج، إنه غزل المحلة متوسط الأكل فيها 30,000 جنيه سنويا، وهو معاه حق على فكرة. إنما هي المشكلة مش إنه المتوسط ده بيتحسب قد إيه؟ إنه ميزانية الأجور كلها على بعض كده بتتقسم على عدد العمال والموظفين على بعض كلهم كده، فالمتوسط بيطلع 30,000، بس لما نحسب العمال أغلبية العمال بتاخد كام؟ نعرف إنه أغلب الفلوس دي بتاخدها القيادات العليا اللي هي بيقولوا في الآخر إنها بتدير شركات خسرانة وشركات لا تصلح ولازم تتقفل. ويتم الإبقاء على القيادات دي نفسها، في نفس الوقت يتم الضغط والطلب من العمال بحجة ان انتوا لازم تبقوا وطنيين وتخافوا على البلد. الوطنية بتظهر بس لما تتعلق بمطالب الناس واحتياجات الناس اللي هي احتياجات منهم مباشرة لا علاقة بانهم يكملوا عيشة بس، مش اكتر من كده. لكن ما شفناش حكومة بتطلب من رجال اعمال ان هم يجوا على نفسهم شوية ويرفعوا ضرايب، او يجوا على نفسهم شوية ويكسبوا نص اللي بيكسبوه بس يفضلوا يكسبوا علشان البلد تمشي. الحكومة مش مع أغلبية الناس، والحكومات اللي جت
على امتدادها مش مع اغلبيه الناس والعمال في امريكا. حاجه الكذبه الثالثه عشان ما اطولش هي الكذبه المتعلقه بيه ان المطالب دي في اوائل. وكل الاعلام بيتكلم عنها في اوائل، والحكومه بتحطها بيانات على انها مطالب في اوائل. فمشروع الموازنه بتتكلم عليها انها مطالب في اوائل. لكن في الحقيقه لما تبص حتى على الموقعين على البيان ده، وفي ناس ثانيه زيهم كتير مش موجودين يمكن معانا النهارده وعندهم نفس المطالب دي. الناس ضد الفساد. طيب ده مطلب فئوي ولا مطلب مصير كلهم؟ الناس عايزه وظايف. طيب ده مطلب 2 3 ولا مطلب 70 مليون؟ عايزين وظايف لائقه بتديك اجر كريم، ده مطلب فئوي ولا مطلب الناس كلها؟ طيب عايزين صحه تتحسن علشان لما حد يعيا يروح يتعالج بشكل كريم ويهم، ده مطلب فئوي ولا مطلب الناس كلها؟ الحقيقه ان الحكومه دي هي الحكومه فئويه. وهي بتكسب لما بتقول ان المطالب دي مطالب فئويه، دي مطالب مصريين كلهم، عمال مصر واطباء مصر بيمثلونا كلنا وبتدافعوا عن حقوقنا كلنا، في الحقيقه وانتوا بتدافعوا عن لقمه عيشكم بس بتدافعوا عن حقوقنا كلنا. هي دي الحقيقه الوحيده اللي معناها يعني في النهايه انه اتحاد الناس سواء بتحديد المطالب عشان يبقى الضغط واضح ومكثف وكاشف للاكاذيب دي او انه يحصل التنسيق اللي انتوا بتتكلموا عليه، دي اول خطوه علشان فعلا مطالب المصريين كلهم، المصريين اغلبيه المصريين اللي ليهم مصلحه في البلد دي